لم تثنهم برودة الطقس والأجواء الماطرة ليجددوا العهد للجمعة الخامسة على التوالي. اختلفت التسميات بين جمعة الحسم والتصدي والصمود، لكن الجزائريين لم يتخلفوا عن موعدهم فخرجوا في مظاهرات مليونية. اختاروها احتفالية، فلا صوت يعلو فوق صوت الشعب الذي ردد الأهازيج والشعارات وهتف باسم الوطن. حتى اليافعون لبوا النداء واختاروا المشاركة في الحراك الشعبي الذي أبهر من خلاله الجزائريون العالم بسلمياته. من هذا هو هذه اللوحة سميتها السلمية على كل حال، والشعار هو من كل جزائري وجزائرية لمسة، وتكون هذه اللوحة يعني على شكل وثيقة لهذا الحراك. الحشود جددت شعاراتها ورفعت سقف مطالبها، حيث بعث المتظاهرون رسائل للداخل وأخرى للخارج. لقصر المرادية أكد المحتجون عدم قبولهم بأنصاف الحلول، وجددوا نداءاتهم بتغيير رموز السلطة كافة، في إشارة منهم لرفضهم خريطة الطريق المقدمة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمتعلقة بالندوة الوطنية ومحاولات تشكيل حكومة جديدة، حكومة يبدو أن الشارع اعتبرها استفزازا أكثر مما هي محاولة لنزع فتيل الأزمة. أما للخارج فلم تتوانى الحشود عن التعبير عن رفضها لأي تدخل أجنبي في شؤون البلاد الداخلية، ردا على زيارة نائب رئيس الوزراء رمطان عمامرة إلى روسيا ودول أوروبية أخرى. ورغم التغيير المفاجئ في خطاب بعض أحزاب الموالاة في محاولة لإيجاد طريق سالك للحوار مع المحتجين، يبدو أن الحاجة إلى تغيير السياسة والوجوه بات مطلبا ما ينفك الشعب الجزائري يرفعه، ولو تطلب منه الأمر الخروج لأسابيع وربما لشهور مقبلة.